بيقول لي without using، يعني أول سؤال في الكويز كان بيقول لي without using، بيقول لي without using calculator. prove that إيه بقى؟ prove that tan square 60 minus tan square 45 equal إيه بقى؟ equal sin square 60، كل ده plus كوزين سكوير 60 عادي، وبعدين في الاخر بلس 2 ساين 30 بلس 2 ساين 30. ماشي، طيب بص يا جماعه معايا، هو without using calculator هل هو شايفني وانا بستخدم الكالكوليتر؟ في ناس بيسالوا كتير السؤال ده without using calculator. طب ما هل هو انا لو استخدمت الكالكوليتر هل هو شايفني؟ لا، هو معنى without using calculator يا جماعه عايز يقول لكم اعملها لي بستيبس، ما انت لو ضربت الليفت هاند سايد على الكالكوليتر هيطلع لك انسر على طول لو كتبت زي ما هو كده. وزي ما قلنا بتكتبها ازاي؟ بتكتب تجيب 1060 وبعدين تعمل لها باور 2، او في ناس بيعملها كده على الكالكوليتر، بيفتح براكت ويكتب جواه 1060، بس الكالكوليتر خد بالك هتفتح لك براكت للتاني تقوم انت قافله تاني وتقفل عليها كلها وتكتب باور 2 على الكالكوليتر، تقول لها ايكوال المساله كلها تكتبها بالطريقه دي هيطلع لك اجابه للسايد ده واجابه للسايد ده ويطلعوا الاجابتين زي بعض. هو مش عايز كده. ماشي، فاحنا هنعمل له كده، هننفذ اللي هو عاوزه بس برضه بالكالكوليتر. بس ازاي؟ من الاخر يا جماعه هو عايز ستيبس، اقول له بسيط، مش دي الايكوال؟ يبقى ده اسمه ليفت هاند سايد، والناحيه اللي بعد الايكوال اسمها رايت هاند سايد ار اتش اس. ناخد له الليفت هاند سايد نشتغل فيه، ليفت هاند سايد نشتغل فيه هيطلع انسر، نرجع ناخد رايت هاند سايد نشتغل فيه، لو طلع نفس الانسر هو لازم يطلع نفس الانسر، لو ما طلعتش يبقى انا غلطان. تمام؟ لان هو بيقول لي بروف، بروف يعني دي حقيقه، هو ما بيسالنيش بيقول لي از، ما بيقوليش از ده ايكوال ده، لا ده مش سؤال. سؤال يحتمل يس اور نو، لا ده انا بقول لك بروف او شو ذات، يعني اثبت لي ان دي ايكوال دي. حاضر. هم واخدين الليفت هاند سايد يا جماعه اهو، تان سكوير 60، بس هنطلع لك كل حته لوحدها. ليه بقى؟ لان هو زمان يا جماعه كانوا بيخلونا نحفظ واحنا صغيرين قد كده، كانوا بيخلونا نحفظ 1060 بكام؟ 1045 بكام؟ كده. لما طلعت الكالكوليتر قال لك طب ما انا ممكن اجيبها على الكالكوليتر. طب هعملها بالستبس ازاي؟ بص يا جماعه، انا هجيب 1060 على الكالكوليتر، حد يعرف يجيبها لي؟ اكتب 10 وجنبها 60 وقول له ايه؟ هتطلع كام؟ طلعت كده؟ اللي عملها؟ ايوه استاذ ساعد كده. بس في باور 2، حط عليها باور 2. انا بعمل لك ستيبس اهو زي الباشا اهو، مش انت عايز بستيبس، انا بعمل لك ستيبس. ماينس 1045، اعمل 1045 كده على الكالكوليتر هتقوم طالع كام؟ 1، بس حط على باور 2. طيب ستيب باي ستيب، امسك روت 3 اعملها باور 2 على الكالكوليتر، اعمل لي دي على الكالكوليتر هتطلع لك 3. طب اعمل لي 1 باور 2 على الكالكوليتر هيطلع لك 1. 3 ماينس 1 ايكوال كام يا جماعه؟ ايكوال 2. هسمي دي المعلومه 1. كده انا جبت الليفت هاند سايد. الرايت هاند سايد هنعمل فيه نفس الحوار. ار اتش اس. الرايت هاند سايد بيقول لي ايه؟ ساين باور 260 بلس كوزين باور 260، بس دول ثلاثه عادي ايه المشكله؟ ان شاء الله يكونوا 10. 2 ساين 30. هنمشيها ستيب باي ستيب. ستيب باي ستيب ازاي؟ نحسب ساين 60، حد يحسبها لي كده؟ احسب يا يوسف كده، معاك الكالكوليتور كلكم ولا مش معاكم؟ خد بالكوا يا جماعه، عايز يكون معاك كالكوليتور اعلى من 95، اعلى اللي عنده كالكوليتور. حد طلعت روت 3 اوفر 2 صح؟ ايوه. هو مش شايفني بقى يا عم، انا حافظها روت 3 اوفر 2. ما انا ما انا حفظي زي الكالكوليتور، بعملها بالكالكوليتور. طيب بكتب عليها باور. خلصنا من نخش على دي. هات كوزين 60 كده. حاضر. لك اه. تدوس كوزين و60 بس حط باور 2. طب دي يا جماعه 2 ساين 30 يعني ايه؟ يعني في علامه تايمز هنا 2 تايمز، احسب لي ساين 30 كده، او انت ممكن تحسبها مره. ها ساين 30 بكام؟ شفت هاف. انا ماشيله ستيب باي ستيب زي الفل اهو. طب خد بالكم البلس بتفصل بين المسائل، يعني خلص المساله دي لوحدها تبقى زي ما هي كده على الكالكوليتر، الكالكوليتر هتقول لك 3 اوفر 4.
بلس المسألة التانية على الكالكوليتر، الكالكوليتر هتقول لك 1 اوفر 4، بلس المسألة التالتة على الكالكوليتر اللي هي دي هتقول لك 1. في الآخر اعملهم له كلهم مع بعض على الكالكوليتر هتلاقي الأنسر طلعت يا جماعة 2 زي دي. يبقى الليفت هاند سايد طلع الأنسر بتاعته دي، الرايت هاند سايد طلع الأنسر بتاعته دي. بقوم أنا قايل له بيها إيه؟ من المعلومة الأولى والتانية دول، دي المعلومة الأولى ودي المعلومة التانية. أقول له فروم 1 أند 2 تو سايدز ار ايه؟ يعني من واحد واثنين، يعني عايز اقول له من الاخر طالما الليفت هاند سايد طلع 2 وطالما الرايت هاند سايد طلع 2، بس عشان ما ارغيش كتير بقول له ايه فروم 1 اند 2، يعني من المعلومه الاولى والمعلومه الثانيه تو سايدز ار ايكوال، والمساله خلصت يا جماعه. وفي ناس تامينا للمساله بعد ما تكتب تو سايدز ار ايكوال يقول له بص كده يقول له ذير فور، وينقل له المساله تاني ذير فور، يعني انا اثبتت لك ان تان باور 2 60 ماينس تان باور 2 45 ايكوال ساين باور 2 60 بلس كوزين باور 2 60 بلس 2 ساين 30. في اسهل من كده يا جماعه؟ يعني انت هتمسك السلكت هاند سايد تمسكه وتعمله واحده واحده وتجمع يطلع اجابه ليه؟ تمسك الرايت هاند سايد تمسكه وتعمله اجابه واحده واحده. انا هعمل لكم بس على الانسر بالاحمر عشان ايه وانتوا بتذاكروا تبقوا فاهمين. اهو الانسر هنا طلعت 2 والانسر هنا طلعت، بس هما الاثنين ايكوال بعض طالما انت ليفت هاند سايد. اصل انا بقول لك اثبت ان احمد ايكوال مينا، خلاص احمد معاه، اثبت لقيت احمد معاه مثلا 2 دينارز، بدور ورا مينا بعت الفلوس اللي معاه لقيت معاه 2 دينارز، طب انت عايز ايه تاني بقى؟ يبقى اكيد احمد ايكوال مينا، ثبتها لك. فهمنا يا جماعه الفكره ايه؟ يعني بيشتغل في الليفت هاند سايد طلع اجابه، اشتغل في الليفت هاند سايد طلع اجابه، الاجابتين زي بعض اقول له يبقى ذير فور تو سايدز ار. سهله يا شباب ولا صعبه؟ كل البروف بقى ماشي كده، ليفت هاند سايد رايت هاند سايد، عشان خدوا بالكم اليونت اللي بعد كده هيبقى فيها بروف كتير جدا. بروف بقى بس ايه برضو مش في الجيومتري بقى، اليونت اللي بعد كده في الالجبرا كمان. هنلاقي فيها بروف، فكله هنشتغل ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. في حد مش فاهم يا جماعه؟ لا لا يا مستر هي سهله، حكايه هي سهله، هي سهله بس حكايه انه ليفت هاند سايد والرايت هاند سايد دي انا مش عارف افهم ازاي. هو عارف ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد يعني ايه؟ مش عايز تكتب ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد ما تكتبش، هو عايز انت عايز تقول بس الناحيه اللي على الشمال اللي هي دي هتقول له ايه يعني؟ هتقول له ذا سايد ويتش از بيفور ذا ايكوال ساين، انت فاهم؟ فقال لك نسميه ليفت هاند سايد الناحيه الشمال، كان بص كان الايكوال في النص كده، فبدل ما يقولوا الناحيه الشمال يا جماعه او الناحيه اللي على الشمال قال لك ليفت هاند سايد، وبدل ما يقولوا الناحيه اليمين قال لك رايت هاند سايد، سموهم كده ار اتش اس ليفت سايد هي اللي قبل الايكوال. ما بص خد بالك حط الايكوال كده، ايه اللي على ايدك اليمين ده يبقى ده رايت هاند سايد، يعني الناحيه اليمين او الطرف الايمن. طب ايه اللي على الناحيه الشمال؟ هو ده. فانا بقول له انا مسكت لك الناحيه من الاخر، مسكت لك الناحيه اللي على الشمال وطلعت اجابتها طلعت 2، مسكت لك الناحيه اللي على اليمين وطلعت اجابتها، يعني عايز اقول له الناحيه الشمال دي طلعت 2، الناحيه اليمين اشتغلت فيها طلعت لك 2، يبقى اكيد هم ايكوال بعض، والا كانت دي طلعت 3 مثلا لو هم مش ايكوال بعض. فاهمين يا جماعه اقصد ايه؟ ايوه اتصالات بس، يعني بدل ما يقعدوا يكتبوا. عارفين يا جماعه الماث يقول لك عليها ايه؟ is a language of symbols. يعني ايه language of symbols؟ ما فيهاش رغي، يعني انا بدل ما اقعد اقول بقى انا مش قاعد اكتب له comprehension بقى اقول له ايه؟ we will deal with the side before the equal sign. طب انا يعني انا جاي بكتب موضوع تعبير؟ لا، قول له ليفت هاند سايد، انا هشتغلك في ليفت هاند سايد. بس اللي وحتى ليفت هاند سايد يا جماعه بصوا من سهوله الماث، بدل ما يكتب لك ليفت ال اي اف تي هاند اتش اي ان دي ساين اس اي دي، لا قال لك ال اتش اس، يعني بدل بص بدل ما تكتبه ليف هاند سايد كمان خدوا الحرف الاولاني ال اتش اس كمان، يعني انتوا فاهمين عشان يختصر اكتر. طيب تعالى نشوف المساله اللي بعدها، المساله اللي بعدها اللي كانت ايه؟ ناخد بتاعت برضو اللي هي بتاعت الترانجل دي اللي معاها في نفس الامتحان. طبعا اللي تحتها دي لسه ما خدناهاش، ذا ديستانس دي بقى اللي هناخدها ان شاء الله النهارده. ذا ديستانس بتوين ذا تو بوينتس دي ان شاء الله هناخدها النهارده. تمام؟
بص بقى تعالى اللي بعديه، بيقول لي ترانجل اي بي سي، رايت انجل ترانجل. اهم حاجه يا جماعه في رايت انجل ترانجل اعرف هو رايت عند مين. ما هو ده رايت ترانجل. اوكي بس ماشي، مين الانجل الرايت؟ هي المشكله، لان دي اللي هيبقى قصادها الهايبوتنس، فدي مشكله كبيره. قال لي رايت انجل ات بي، ات بي يعني دي البي. اه خلاص، يبقى دي ايه ودي سي. عايز تسمي دي ايه ودي سي براحتك، لكن دي اسمها بي ما تتغيرش، عشان ده هيبقى الهايبوتنس. حلو، اللي في وش. طيب احنا قلنا دايما بنشتغل على انجل سي، واللي في وش السي ده اوبوزيت وده الادجست مبدئيا كده، عشان ايه وانا برسم الترانجل اظبط الحاجات دي. طب انت بتقول لي يا سيدي، بتقول لي اي سي 10، الله ينور، اديني الهايبوتنس. بتقول لي بي سي 8 ومديني الادجست، يبقى انت عايز الاوبوزيت يعني نجيبه لك اهو. اي بي من قبل ما اكمل قريت المساله، يعني انت مديني دول اسيب لك ده يعني ما اجيبوش؟ لا، لازم اجيب سكوير روت 10 بار 2 ماينس 8 بار 2، هتكون طالعه الانسر 6. حلو، واكتب عليه 6. طالما انت جبت الثلاثه يبقى انت امنت نفسك. بقى ايه اللي بقى بعد كده؟ بروف ذات مش عارف 1 بلس ساين سكوير ايه ايكوال مش عارف 2 كوساين سكوير سي. طب اشتغل الشغل العادي بتاعنا بقى، نمسك انجل سي نجيب لها ايه؟ بانت كده، اصل انت بتديني تراينجل يبقى انا لازم اجيب لك السايد اللي ناقص واجيب بتوع السي وبتوع الاي. ده اي بي في الكلام بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ارسم التراينجل، السايد اللي ناقص اطلعه. طلعت السايد اللي ناقص، طلع لي بقى الحاجات بتاعت سي وبتاعت ايه. ونشوف انت بعد كده هو عاوز ايه. شوف بقى ايه؟ ساين سي، عشان ما اضيعش وقت في المساله. كده اتضحت، انت بتديني تراينجل يبقى اكيد انت عايز تشتغل على الحاجات دي. ولو جبت بتوع السي هجيب لك منهم بتوع الاي. وبعد كده يا عم اشوفك عايز ايه بقى. طب ساين سي معروف يا جماعه ان هي او اوفر اتش، كوزين سي اي اوفر اتش، تان سي اي او اوفر اي. انت اصلا مجرد ما طلعت دول انت خدت ثلاث ارباع درجه المساله تقريبا. يعني المساله مثلا لو عليها خمسه انت خدت ثلاثه بس، او خدت اربعه فيها كمان. تمام؟ الساين سي او على اتش يعني 6 على 10، وحاجات عبيطه جدا بالكالكوليتر. تكتب 6 على 10 بالكالكوليتر، الكالكوليتر هتقول لك 3 اوفر 5. طيب كوزين سي اي على اتش يعني 8 على 10، اكتبها على الكالكوليتر هتقول لك 4 على 5. تان سي او على اي يعني 6 على 8، اكتبها على الكالكوليتر هتقول لك 3 على 4. حلو، قلنا يا جماعه ان دي هي اجابه دي، يعني الساين اي على طول 4 على 5، دي هي اجابه دي، يبقى كوزين اي 3 على 5، دي هي الشقلوب بتاع دي او الريسيبروكال يعني 4 على 3. انت جبت دول كده. بص هو بمجرد ما قال لك ارسم الترانجل، ده الترانجل انت رسمته، انت اوتوماتيك كنت مطلع السايد اللي ناقص، وانت مسمي او واي واتش، وطلعت دول وطلعت دول، وتروح تبص بقى هو عاوز ايه بعد كده. يعني تعمل الشويه دول كده الاول وتروح تبص هو عايز ايه بعد كده. انت عايز ايه يا عم الحاج؟ بيقول لي بروف ذات 1 بلس ساين سكوير اي، يعني انا كده طالما بروف يبقى انا عندي ليفت هاند سايد نكتبها قدامنا اللي هي الناحيه اللي قبل الايكوال 1 بلس ساين سكوير اي. والله اشتغل لك فيها شوف هتطلع كام. وفي رايت هاند سايد، خلص بس الليفت هاند سايد الاول. ادي 1 بلس، دي بقى غير الثانيه، الثانيه كان بيقول لي ساين 30 كنت بعملها على الكالكوليتر، هنا بيقول لك ساين اي. مفيش مشكله، ما انا جايبها اهي. فين ساين اي؟ اهي 4 على 5 بس عليها باور 2، واطلع الاجابه دي على الكالكوليتر. عايز تعمله ستيبس اكتر، اعمل 1 بلس وحل دي الاول 16 اوفر 25، وطلعها على الكالكوليتر يا جماعه هتطلع لك 41 اوفر 25، وسمي لي المعلومه دي 1. كده خلصنا الليفت هاند سايد. حلو قوي. الرايت هاند سايد بقى لازم يطلع 41 اوفر 25، حتى وانا بحل في الامتحان لو ما طلعش كده اكتبه انت 41 اوفر 25، يبقى انت اكيد اللي غلطان مش الوضع المساله، حتى لو ما طلعش معاك يبقى انت غلطان في حاجه، غلطت في ماينس، غلطت في بلس، نسيت تحط باور 2. تمام؟ فانت تقول له ايكوال 41 اوفر 25. اشتغل في الرايت هاند سايد كده قدامك ونعمل سبستيوشن. الرايت هاند سايد بيقول يا جماعه اللي هو بعد الايكوال بيقول لي 2 كوزين سكوير سي ماشي بلس كوزين سكوير اي. وفي ناس لما بيلاقي المساله اللي هو طالبها بروف كلها ايهات يقول لك انا مش جاي، انا هجيب الايه بس مش هجيب السي. في ناس يلاقي كلها سيهات يجيب السي بس ما يجيبش الايه. بس انت امن نفسك، هات الاثنين وراح دماغك، واللي يطلب يطلب اهو. طب عوض كده يا جماعه، انا قلت لكم التول اللي لازقه في الكوزين دي يعني فاينس.
اي عدد حاجتين جنب بعض في الماء ملزوقين في بعض، قال لك مثلا ساين اي كوزين بي، طالما ملزوقين في بعض كده يبقى في بينهم تايمز، حط لك 2 قبلهم يبقى في تايمز على طول، اي حاجات ملزوقه جنب بعض في الماء كده يبقى تايمز، يسموه هيدن تايمز يعني تايمز بس مش مكتوب، يبقى انا عامل 2 تايمز، انا بعوض يا جماعه 2 بكتبها، قابلني التايمز بكتبها، قابلني كوزين سي، فين كوزين سي؟ اروح ادور عليها اهي 4 على 5 بس ده عليها باور 2 ماشي. طيب قابلني البلس بكتبها، قابلني كوزين ايه، فين كوزين ايه؟ اهي 3 على 5 بس ده عليها باور 2. خلص الليله دي كلها مره واحده على الكالكوليتر وخلاص مش مشكله 41، وعايز يشوف السبستيتيوشن ده، خد بالك عايز يشوف الشغل ده والسبستيتيوشن ده، انت كده عداك العيب يعني، هتلاقي طلعت كده كله دي المعلومه دي خلاص بقى. انا الليفت هاند سايد جبته لك قام طالع 41 على 25، الرايت هاند سايد جبته لك طلع نفس الاجابه خلاص، يبقى فروم 1 اند 2 من 1 و2 ممكن تقول وي ديديوس استنتج ديديوس ايه بقى؟ ان 2 سايدز ار ايكوال، ويفضل انا بحب تقوم كاتب له في الاخر ذير فور، انت مش اثبتها له اكتب له بقى ان انا اثبتها لك 1 بلس ساين سكوير اي اللي هي كانت دي طلعت ايكوال فعلا 2 كوزين سكوير سي بلس كوزين سكوير اي. في الاخر تقول له انا بروف ده مثلا او كيو اي دي اللي عجبك، عايز تعمل شباك ده ماشي. فهمنا يا جماعه الفكره ايه؟ الفكره مبنيه على ايه؟ ان هو بيديني ترانجل، طب ترانجل انا لازم اطلع دول بعد كده طالب مني اثبت حاجه. خلاص نمسك الليفت هاند سايد نعوض فيه، نمسك الرايت هاند سايد نطلع نعوض فيه، طلعوا الاثنين زي بعض يبقى يبقى سهله ولا صعبه؟ شكلها طويل بس سهله. شكلها طويل بس سهله. هم ليه نزلوه في اعدادي؟ قال لك دي حاجات سهله ونخلي الحاجات القويه شويه في التريك نخليها في ايه؟ ثانوي. لان مش ده التريك بس، ده التريك ده لسه بواب. ده بقول لكم هيبقى فرع لوحده. يعني زي الالجبرا والجيومتري كده. تعال نبص على المساله الاخيره، المساله الاخيره مش بروف. هي برضه على ليسون 2 برضه. مش جايه بروف بقى، طالما يقول لي اف يبقى مش عايز اعمل بروف. يعني ايه؟ طب ايه الفرق بين البروف وبين اف؟ البروف انا بعمل ليفت هاند سايد، يعني بشتغل في الليفت هاند سايد لوحده وارجع اشتغل في الرايت هاند سايد لوحده. لا، البروف بنشتغل فيها مع بعضها، ما بتقسمهاش لا ليفت هاند سايد ولا رايت هاند سايد. قصدي الاف، الاف اللي هو ادالك جيفن زي المساله دي. بص قال لك ايه؟ اف اف ده يعني بديك معلومه ساين ثيتا ايكوال ساين 60 شكلها مرعب، انا عايز كالكوليتر كله كوزين 30 لسه بقول لكم اقول لهم ملزوقين دول يعني طيب ماينس كوزين 60 ساين 30. ايه المطلوب؟ المطلوب بيقول لي فايند ميجر انجل سي، فايند ميجر انجل فايند ميجر انجل بي ولا ايه؟ فايند ميجر انجل سيتا سوري. يعني ممكن يجيب لي دي عليها كومبليت على فكره، ممكن في الامتحان يقول لي تن ميجر بدل ما يقول لي فايند ميجر انجل سيتا ايكوال عادي، ممكن يقول لك فايند ميجر انجل سيتا. طب هل انت بتقول لي بروف ذات ولا حاجه ولا شو ذات؟ قال لك لا خلاص اكتب لك البتاع كلها على بعضها، مفيش بقى لا ليفت ولا رايت، اكتبها قصاد بعضها كده تاني. هكتبها كلها على بعضها تاني ماشي يا جماعه، ونشتغل فيها الاتصالين قصاد بعض. طب ساين سيتا ده ما فيهوش شغل خلاص نزل، تعالى على دي بقى واحده واحده على نفسك. ساين 60 اجيبها على الكالكوليتر، اولا هم كده ملزوقين في بعض يعني تايمز مبدئيا. ها ساين 60 اقوم حاسبها على الكالكوليتر هيقول لي روت 3 اوفر 2 تايمز كوزين 30، دوس كوزين واكتب 30 يقول لي ايه؟ هتقول لك روت 3 اوفر 2 برضه نفس الاجابه، لان احنا اتفقنا لو الانجلين يا جماعه مجموعهم 90 او كومبلمنتري بتلاقي ساين واحده هي كوزين الثانيه. بص تلاحظ ساين 60 هي كوزين 30 عشان 30 و60 بيعملوا 90، هنا برضه هتبقى نفس القصه خد بالك. كوزين 60 لو جبتها على الكالكوليتر هتقول لك هاف، تيجي تجيب ساين 30 هتلاقيها بتقول لك هاف برضه. طب اكيد يعني الماينس دي بتفصل بين المسائل، احنا قلنا الماينس والبلس بتفصل بين المسائل،
نكتب ساين ثيتا تاني، دي تفضل تنزل معانا على ما تشوف المساله دي هتنتهي على ايه. طب دي هتدينا 3 اوفر 4 ماينس دي لو عملتها تدي لك 1 اوفر 4. طيب فين ساين ثيتا نازله معانا منتظره ايه اللي هيطلع من هنا؟ لو انا عملت دي على فكره لو كنت كتبتها من اول هنا على الكالكوليتر كانت هتطلع لي هذه كده هتطلع غلط. لو انا كنت كتبت دي كده من اول هنا على الكالكوليتر كانت هتطلع غلط، بس هو مش عايز كده. هو مش عايز كده. تمام؟ والله لو هو جايبها لي في كومبليت ماشي ممكن اعملها كده. بس هو غالبا هيجيبها لك سؤال اسي زي ما انت شايفه ده فايند مش عارف ايه. طالما جابها لك اسي يا جماعه هو عايز يشوف الستبس دي من الاخر. مش هتعمل الستبس هينقصك عليه، مع ان انت مطلع الانسر فاينل انسر صح، هينقصك عليه. تمام يا شباب؟ طب حلو قوي. ساين ثيتا ايكوال اوف، في بقى حتتين بيلخبطوا الناس. لما انا بقول لك ساين 30 بتضربها على الكالكوليتر بتضرب ساين بتضرب 30 على طول، فانا بقول لك مباشر مباشر هو ساين 30 بتقوم طالع الانسر هو. لكن لما انا اقول لك يا جماعه ساين ثيتا انا ما اديتكش الانجل اصلا. طب هتكتب ساين على الكالكوليتر وهتدوس ثيتا؟ ثيتا ازاي يعني؟ فقال لك لا في الحاله دي يا جماعه مش ساين بقى نعمل ايه؟ شيفت ساين. طب ماشي طب فين الرقم اللي هنكتبه؟ قال لك هكون انا مديك الانسر هنا، خد بالك انا مش مديك دي، هكون مديك الانسر هنا اللي هي هاف. فاكتب لي شيفت ساين لهاف. هتلاقي الانسر طلعت لك ايه يا جماعه؟ طلعت لك 30 العكس. يعني بص يا جماعه هنا بيكون هو مديني ساين 30 وعايزها فطلعنا اهو. هنا هو عايز مين الانجل اللي كانت الساين بتاعتها اهو. السؤال الثاني ده هنا كان بيقول لي ايه؟ هي مين الانجل اللي احطها مكان ثيتا هنا تطلع الاجابه اهو من الاخر. ففي ناس بيقعد يجرب على الكالكوليتر يقعد يجرب ساين 30 ساين 60 ساين 45، ما احنا شغالين على 3 انجلز اللي هم دول. في ناس بيقعد يجرب على الثلاثه دول شوف مين اللي هتطلع اهو. وفي واحد سريع يقول لك انا اوجع دماغي ليه؟ اوجع دماغي ليه؟ ما انا ادوس بس شيفت ساين شيفت ساين. يبقى لو الساين يا جماعه جالك جنبها الانجل على طول 30 60 اي حاجه قوم داس الساين والانجل على طول تطلع الاجابه. جالك جنبها ثيتا اكس مش عارف ايه اي حرف هنا لا دوس شيفت ساين دوس شيفت ساين طلعت الاجابه كام 30 اقول له ده ثيتا ايكوال 30. بس لا عشان احبشها له يعني اقول له ميجر اوف انجل ثيتا، ما ثيتا دي انجل يعني فعشان اكتبها في الطراوه كده اقول له ميجر اوف انجل ثيتا ايكوال 30. ايه رايكم يا جماعه سهله ولا صعبه؟ في حد مش فاهم؟ شويه ها؟ يعني صعبه شويه كده بس ايه اللي صعب فيها؟ قول لي من اول فين صعب؟ لا يعني لخبطت يعني قصدي قول لي لخبطت من اول فين؟ وانا اقول اقولها تاني كلها لما تطلع حاجه بتطلع غير انا ما عملتش حاجه انا كتبت المساله اللي هو جايبها طلعت ساين 6 دي بالكالكوليتر فيها مشكله؟ لا طلعت كوزين 30 بالكالكوليتر فيها مشكله؟ لا كتبت الماينس في مشكله؟ لا طلعت كوزين 60 على الكالكوليتر كتبت كوزين 6 طلعت كده اهو في مشكله؟ طلعت ساين 60 يعني بالكالكوليتر في مشكله؟ الحته دي فيها مشكله كده؟ لا يعني الكالكوليتر هي اللي طلعت النص هي اللي عماله تعمل كل حاجه وانا وانا بقول ايه؟ وانا بعمل ان انا عاملها بدماغي فاهم حاجه؟ ايوه هو المفروض المسائل دي تتعمل بدماغنا يعني المفروض احنا حافظين ساين 60 بكام؟ احنا على ايامنا كانت كده احنا صغيرين يعني كانت كده يعني لو تسال ممكن بابا او ماما او حد كبير يقول لك دي كنا بنعملها بدماغنا كانوا بيخلونا نحفظها ونحفظ دول ونسمعهم كل حصه ونسمع ساين 60 بكام؟ ساين 50 بكام؟ كده زي التايم تيبل كده لما طلعت الكالكوليتور قال لك طب نحفظها ليه يا جماعه؟ ما الكالكوليتور بتجيبها انا ساين 60 انا حافظها روت 3 روت 2 طب ما انا لما اضربها على الكالكوليتور وكانت الناس بتقعد تلخبط بقى كانهم شبه بعض بص وبعدين يطلعوا روت 3 اوفر 2 وهاف فالناس كانت تلخبط ساين 60 يقول لك ايه وهاف مش عارف ايه كالكوليتور طبعا حاجه ربنا خلقها لنا حلوه وفرت علينا العمليه طب ما نجيب ساين 60 بس هو عايز ستيبس يعني هو عايز يشوفك بتعمل ايه انا على فكره لو ضربتها له من اول هنا على الكالكوليتور هتطلع الانسر اللي هي اهو انت فاهمين يا شباب بس انا طبعا لازم اعمل ستيبس فهطلع كل تنتوفه لوحدها كل فتفوته هطلعها لوحدها
دي روت 3 اوفر 2 دي روت، بس لازم يبقى فين في بينهم تايمز ملزوقين جنب بعض كده، في بينهم تايمز. حلو. يعني لحظه بس، يعني دلوقتي انا هكتب في في الكالكوليتر اسمع كده ساين 60 واعمل هتقول لك ايه روت 3 اوفر 2 وكاتب تحت دي روت 3 اوفر 2. تمام. قبلك علامه تايمز ومكاتب علامه تايمز هنا مش على الكالكوليتر. قبلك كوزين 30 وما راح على الكالكوليتر بتاعتك عاملها، اكتب كوزين 30 هتقول لك ويكون، هتقول لك روت 3 اوفر 2 اكتب تحت. يعني انا دلوقتي لو عملت ساين 60 في الكوزين 30 قول كده هيعمل لي ايرور صح؟ لو عملت ساين ايه؟ يعني لو كتبت ساين 60 في كوزين 30 هيطلع لي حاجه؟ هيعمل لك ايرور، مش هيعمل لك ايرور، بس انا عايز اعمل له ستيبس هيطلعها لك. قول لو كتبت كل دي هيطلعها لك، بس انا عايز اعمل له ستيبس. انت فاهم حاجه؟ ايوه فاهم. واحد بيقول لي اعمل لي دي بستيبس، طب اقول له انا ايه؟ اطلعها لك مره واحده؟ خليك ناصع بقى. تمام؟ اطلعها لك انا مره واحده، انت بتقول لي اعملها لي بستيبس، يعني مقصود كلامك من الاخر اعملها لي بستيبس، يعني طلع لي كل حته صغيره لوحدها. انت فاهم حاجه؟ ايوه فاهم. فانا بعمل له كل فتفوته لوحدها. دي اجيب، انا ممكن اكتب دي على فكره على بعضها تطلع على فكره، تطلع لك 3 اوفر مش تطلع ايرور ولا حاجه. بس يهمني حاجه، لما بتكتب ساين 60 على الكالكوليتر يا جماعه، الكالكوليتر ساين كده الكالكوليتر بتفتح لك براكت، فانت كتبت ال 60 ما تنساش تقفل البراكت. لو نسيت تقفل البراكت بتقول لك ايرور في الاخر، ما طلعلكش اجابه. ففتح الكالكوليتر فتحت لك براكت، اقفل انت البراكت، دوس على زر البراكت. اقفل. طب ارجع بعد كده، طب ما انا ممكن برضو لو كتبت دي كلها تطلع هاف، بس انا عايز اعمل حته بحته. فبقوم ماسك المساله اللي قبل الماينس عاملها على الكالكوليتر طلعت 3 اوفر 4، وماسك المساله اللي بعد الماينس عاملها على الكالكوليتر طلعت 1 اوفر 4. انت معايا ولا مش معايا؟ الو؟ معاك. فاهمني يا يوسف ولا مش فاهم؟ ده كان عبد الله يا عبد الله، معلش فاهمني يا عبد الله؟ انا ماشي ستيب ستيب، يعني فتفوته بفتفوته. طب في الاخر طلعت دي انسر ودي طلعت انسر، طب ما نعملهم ماينس بعض على الكالكوليتر ويطلع اهو. طيب السؤال بقى دلوقتي، هو ما قاليش ساين 30 مثلا او ساين 60، لو قال لي ساين 30 بكتب ساين وجنبها 30 واكس. لا ده بيقول لي ساين سيتا، ممكن يقول لك ساين اكس، وممكن يقول لك ساين واي. طالما انت ما جبتليش اللي جنب ساين هنا اهو، يبقى انا لازم ادوس مش ساين، ادوس شيفت ساين. ادوس شيفت ايه؟ ساين. واقوم كاتب الاجابه اللي هو جابها لي. لو دوست شيفت ساين للهاف هتقول لك 30. يبقى هي الانجل دي كانت 30 او السيتا دي كانت 30. يعني ما عايز اقول ان السيتا دي كان مكانها 30. تعالى جربها كده شوف نفسك صح؟ جرب هات ساين 30 هتلاقيها فعلا ايكوال هاف. يبقى اكيد السيتا دي فعلا كان مكانها ايه؟ 30. هو بيسالني السيتا دي ايكوال كام؟ فهمنا يا جماعه القصه ماشيه ازاي؟ ايوه يا مستر. اتفضل. ما اعرفش صورتها وبعتها دي ولا لا؟ تاني صورتها. بعت. شوفوها كده يا جماعه صورتها ليه؟ ما صورتهاش، كنت انسى صورتها. ثانية واحدة. الدرس بتاع النهارده بقى يا جماعه اللي هو يعتبر يونت، اكتب بس اليونت والليسون عشان بلاقي ناس كتير عمال يسالني هو اسم اليونت ايه واسم الليسون ايه. انت اصلا لو انت كتبت اسم، لو دورت على اسم الدرس في الكتابه انا بكتبه زي الاسم اللي بتكتب بالظبط. اليونت اسمها يونت 5 والدرس اسمه اكسرسايز 3. هكتبها كل المعلومات دي عشان ما حدش يسالني فيها على الجروب. بلاقي كل واحد بعت لي مستر احنا في ليسون كام؟ بس يا عم ما انا كاتب لك اسم الليسون اهو. بص يونت 5 احنا جيومتري الاول اهو، عشان بس ايه يونت 5 اكسرسايز، مكتوب اكسرسايز كام؟ 3. مكتوب عندي اكسرسايز 3 اللي هو اكيد ليسون 3 يعني، فمكتوب ايه؟ ديستانس بتوين تو بوينتس. بص يا جماعه الدرس ده يعني انا في رايي يعني المفروض ينزلوه كي جي 1 او كي جي 2 مثلا بكتير، لانه سهل اصلا. بص كده يقول لك لو انت عندك اي 2 بوينتس كده اي وبي دي لاين سيجمنت ايه، عايزين نجيب طولها. احنا زمان كان لازم نجيب الرولر ونقعد نقيس. قال لك لا احنا دلوقتي كبرنا، لو عرفنا الكوردينيتس بتاع دي، الكوردينيتس بتاع دي هتتحل.
يعني مثلا سي ان الكوردينيتس بتاع دي مثلا 10 و5، والكوردينيتس بتاع دي مثلا 7 و1، دي بوينت ايه ودي بوينت بي. انت عايز تجيب الاي بي على طول؟ قال لك حاضر. يقول لك مستر اسمه وحيد، انا ديستانس بتوين تو بوينتس، يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول لك هات لي لينث اوف اي بي، هات لي طول الاي بي، وممكن اقول لك هات لي المسافه بين اي وبي. طب ما هو نفس المعنى يا جماعه. هو انا لما اقول لك هات لي طول القلم، مش هي لما اقول لك هات لي المسافه بين الاند بتاع القلم من هنا والستارت بتاعته من هنا، هي هي. فقال لك انا ممكن اقول لك هات لي الاي بي طوله طوله كام، ولا رولر يا عم ولا حاجه. مستر نعم. احنا بقالنا بيوم خالص. ايوه اللي بيقول مستر. طيب هجيب انا طول ده ازاي؟ بص يا جماعه سهل قوي. بص قال لك امسك اول واحد ماينس اول واحد، يعني اعمل 10 ماينس 7 في براكت وعليه بار 2 بلس، امسك تاني واحد اللي هو ال 5 ماينس تاني واحد، احسب كل ده على الكالكليتر، هتقوم طالعه الاجابه 5. يبقى اي بي ده طوله 5. طب 5 سنتيمتر بقى ولا 5 متر ولا 5؟ ما انا مش عارف، ما يمكن دي اي دي مدينه وبي دي مدينه ودي مسافه ما بينهم 5 كيلو مثلا. قال لك عشان راح دماغنا هنقول لينث يونت وخلاص. اللي يو دي اختصار لينث يونت يا جماعه، يعني تطلع سنتيمتر تطلع كيلومتر تطلع زي ما تقول. كل المهم حاجه المهم ان المسافه 5. ما ممكن دي تكون المسافه دي بين مدينتين، بين مصر والكويت مثلا. ايوه فاهمين يا جماعه قصدي؟ ايوه فاهمين. ما هو دول مش شرط يكونوا 2 بوينتس، احنا عارفين ان اي حاجه في الدنيا الانسان نفسه بيتمثل ببوينت على الارض. تمام؟ وببوينت في الكون، يعني انت ليك كوردينيتس في الكون وليك كوردينيتس في الارض وليك، فاهمين يا جماعه؟ اي حاجه على الارض، كرسي نفسه له كوردينيتس في الارض وفي الكون وفي كل حته. تمام؟ فقال لك خلاص نقول لينث يونت. لينث يونت دي اختصار يا جماعه، يعني سنتيمتر تمشي كيلومتر تمشي حسب بقى الاطوال. تمام؟ بس في بزمتكم اسهل من كده يا جماعه. طب فقال لك نطلع لها رول بقى، طلع لها رول. قال لك طيب مش احنا عملنا الاولاني ماينس الاولاني، طب ما نسمي ده اي بوينت معروف دي اكس وواي، والبوينت دي اسمها اكس وواي، اي بوينت في الدنيا كده اسمها اكس وواي. قال لك طب ما البوينت الاولى دي عشان هي فيرست بوينت سماها اكس 1 واي 1، والبوينت الثانيه دي عشان سكند بوينت سماها اكس 2 واي 2. تمام؟ او العكس، عايز تسمي دي اكس 1 واي 1 دي اكس 2 واي 2، اهو يا عم مش فارقه. أو. واحد حب يسمي ليها اللي 1 بس هما الاثنين يبقوا 1، ما هو عشان اكس واي بتوع حاجه واحده 1. هنا دول بتوع البوينت الثانيه بيتسموا اكس 2 واي 2. فقال لك طب الرول انا عملت ايه؟ انا لما جيت اجيب الديستنس ما بينهم عملت ايه يا جماعه؟ لو عايز كده انا كل اللي عملته خدت الاولاني ماينس الاولاني، يعني عملت اكس 2 ماينس اكس 1، وبقى انا عملت بار 2 بلس، عملت ايه تاني؟ خدت الثاني ماينس الثاني وعملت باور 2. مش ده اللي احنا عملناه؟ طلعت اللي جاي. في حد مش فاهم الكلام العبيط ده يا جماعه؟ ذمتكم يعني في حاجه في مشكله في الموضوع؟ لا هيبتدي بقى بعد كده، بس ان شاء الله من الحصه الجايه لما نتقن بس طريقه حل دي ونعرف. يعني انا طبعا هصور لكم الصفحه الاولى على كلها خاصه بكده، يديك 2 بوينتس وهات لي انت الايه؟ الدست. مش عايز تكتب الرول ما تكتبش، اشتغلها لي على طول كده. طب واحد قال لك ايه؟ لا انا ماليه مزاج بقى ان اعمل ال 7 يلا ماينس 10 وال 1 ماينس 5، راح هتطلع نفس الاجابه. هتطلع نفس الاجابه. يعني واحد حابب يبدا من هنا، حابب يبدا من هنا، يطلع نفس الاجابه. بس الغلط في ايه بقى؟ الغلط في ايه؟ انك تيجي تقول لي هعمل ال 10 ماينس 7 وترجع بقى مش تقول لي هعمل ال 1 ماينس 5. هي برضو مش هتطلع غلط، بس يعني غلط في الكتابه يعني. لا انا مشيت من البوينت دي افضل مكمل، يعني خدت 10 ماينس 7 خلاص 5 ماينس 1. هتبدا من دي قول 7 ماينس 10 وخد ال 1 ماينس 5، وما تنساش الباور 2 يا جماعه، وما تنساش البلس، خدوا بالكم. يبقى لازم يكون هنا ماينس في البراكت باور 2 وفي بلس، ما تنساش البلس. لو نسيت البلس يا جماعه هتلاقي الخط ده طلع لك طوله 600 مثلا مش 5. معايا ولا مش معايا؟ بس فانا هدي لكم هوم ورك. طبعا طبعا هوريه تكمله، بس تكمله بسيطه. اللي هيعرف يجيب الديستنس يعني هيبقى في المرات الجايه هناخد ايه؟ ان هيجيب لي شكل زي ده كده مثلا ويقول لي اثبت انه باراليلوجرام. او ما انا اقول له بسيط، هيديني هنا بوينت A ويديني بوينت B ويديني C ودي.
والبوينت دي لها كوردينيس مش عارف 1 و3 ودي لها 2 5 مش عارف دي لها 1 و6 مثلا ودي 3 و7 مثلا. يقول لك اثبت لي ان هو باراليلوجرام. عارفين هنعمل ايه؟ هنجيب الاي بي بالقانون ده نمسك 1 ماينس 2 3 ماينس 5 تحت الروت طلع اياب. هنرجع نجيب دي سي 3 ماينس 1 بار 2 7 ماينس 6 بار 2 تحت الروت طلع نفس الاجابه. يعني الاجابه هنا مثلا سي طلعت 5 هتقوم طلع الاجابه هنا 5 مش باراليلوجرام. طيب نرجع نجيب اي دي نمسك بقى ده 1 ماينس 3 يعني هنعمل الحركه دي اربع مرات. نعمل 1 ماينس 3 3 ماينس 7 طلع اجاب طلعت مثلا 3. نرجع نمسك تاني بي مع سي 2 ماينس 1 بار 2 5 ماينس 6 بار 2 تحت الروت طلع دي 3. قام قايل له سنس ان اي بي طلع ايكوال سي دي واي دي طلع ايكوال بي سي. طب هو ده الباراليلوجرام بيقول كده بيقول ان ده ايكوال ده وده ايكوال ده. يبقى القصه كلها معتمده يا جماعه على دي ان انا احسب الديستنس من اي تو بوينت يعني بين دي ودي نعملها كده بين دي ودي نعملها كده نفس القصه. يعني احسبها بالماينس ها يعني احسبها بالماينس احسبها بالرول دي بتعمل الاولاني ماينس الاولاني ما الرول بتقول ايه بس في النص ايه بلس. يعني من الاخر من الاخر هتلاقي رسمه البراكت بتاعك يا جماعه عندك اهو عشان بس ايه هتلاقي الروت كده موجود وتحتيه براكت في نصه ماينس كده وعليه باور 2 وفي براكت تاني في نصه ماينس كده وعليه باور 2 وفي هنا بلس. ما تلعبش في اي حاجه من دول يعني مش تيجي هنا تعمل لي دي بلس تيجي هنا تعمل لي دي ماينس فتبوظ الدنيا. البراكتين بينهم بلس في النص والبراكت ده جوه ماينس والبراكت ده جوه ماينس. هنا طبعا نمبر ماينس نمبر او اكس ماينس اكس هنا واي ماينس واي. سهلة يا جماعة ولا صعبة؟ سهلة يا شباب؟ سهلة يا مصر. يعني المفروض تنزل مثلا انا في رأيي تنزل الساعة 6 مثلا يعني عادي والله بجد تنزل الساعة 6 تمام حاجة يعني خالص اهي قولوا بيعوض فيه. طب عايز ايه تاني؟ او قول اعدادي مثلا بس خدوا بالك اللي انتوا شايفينها اي كلام دي مهمة جدا في الكوردين جيومتري او في الاناليتيكال جيومتري فيما بعد تمام؟ ماشي يا جماعه هبعت لكم انا الهوم ورك بقى على الكلام العبيط ده من طبعا ما فيهوش حاجه اهو انا صورته صورته ماشي. الهوم ورك بقى انا هبعته لكم خلاص من الجروب الثاني 3A اللي هو اول صفحه في المعاصر على الدرس ده بس انا هبعتها لكم بقى خلاص. ماشي يا جماعه ونشوفكم ان شاء الله المره القادمه. خدوا بالكم انا كنت ممكن اقدر ادي لكم الدرسين اللي بعدهم على فكره نفس الهبل بس ايه بس لو اديتهم الناس هيقول لك يا المستر بيدينا درسين في الحصه وهتلاقي ناس بقى ايه بتعترض. لا انا مش عايز حد يعترض انا مش هدرس درس عادي بس عشان عرفتوا ان الدنيا سهله وبسيطه. انتوا فاكرين المنهج طويل واحد عمال يقول لي الكويز بياخد مننا وقت. طب ما الكويز ما انا حاجات ما كنتش عارفها لازم اعرفها تمام. لكن المنهج يا جماعه مش طويل قوي زي ما انتوا متخيلين يعني زي ما انتوا شايفين اهو هم الثلاث دروس مرتبطين ببعض ده واللي بعده واللي بعده مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا قرون وبتعوض بس هو مقسمهم على ثلاثه يعني مشيهم درس درس معايا بس هم زي ما انتم شايفين نفس الهبل ده كده سهلين جدا يعني تمام؟ تمام طيب نشوف ان شاء الله المره الجايه.